Unité 6. Les voyages et les excursions. Activité de lecture. إذا عندنا صفحة 186 نحاولوا أن نعملوا التمارين. عند التمرين الأول Je place convenablement dans le tableau les mots de la liste suivante. Je place, معناها أضع convenablement dans le tableau. أضع في هذا الجدول بشكل مناسب les mots de la liste suivante. هذه الكلمات les mots الكلمات اللي عندنا في هذه اللائحة التالية. إذا عندنا هذو هما الكلمات وعندنا هذا هو الجدول. الجدول عندنا شنو فيه les activités. Les activités معناها الأنشطة. Transport إذا les activités الأنشطة و ترانسبور وسائل النقل لي سيت اي مونومون. سيت هما المواقع ولي مونومون المآثر التاريخية. إذا غنبداو بهاد الكلمة الأولى عندنا فيزيتي هادي معناها زارة. إذن هذا من الأنشطة، فيزيتي نضعها أكتيفيتي. باتو هذا سيت ان موايان دو ترونسبور. دونك نكتبو نضع هنا موسكي المسجد هذه من المآثر التاريخية. إذن كنكتبو هنا سو بروموني يتجول. هذه من الأنشطة التي نقوم بها يتجول سو بروموني. إذن كتبوها هنا تران سيت ان موايان دو ترونسبور. دونك جيكري تران ايزي. جاردان من المواقع والمآثر التاريخية. جاردان جيكري ايسي جاردان. افيون سيت ان موايان دو ترونسبور. هادي وسيلة نقل افيون. جوي يلعب هادي من الأنشطة. إذا نكتبو على هنا بالي قصر. إذا هذه من المواقع أو من المآثر التاريخية. إذا نكتب بالي. فواتور سيت ان موايان دو ترونسبور. هذه وسيلة نقل. فوتوغرافي هذه من الأنشطة. إذا نكتب هنا فوتوغرافي. فوار يشاهد أو شاهد. فوار إذا من الأنشطة. فوار موزولي هذا ضريح. إذا نكتبه هنا جوي يلعب. إذا جوي اكتبها. Ou moto c'est un moyen de transport, c'est moto ici. Dans chaque liste, puis kulli la'iha, je repère l'instru et je le barre. Je repère. L'instru, je vois l'instru. L'instru, ou le dakhil. Et je le barre. Mais ben, on chante, allez. Fi kulli la'iha. Qui est le dakhil. Mettez l'instru, ou le dakhil. Ouah, quel humain le titre qu'on nous dakhila. Mettez l'instru, ou le kangourou. En absent, on mette le chat rizzo. Ou le kangourou, tu fais. هذيك عندنا بطاطا مطيشه خيزو هي خضر وتفاح هي فاكهه. اذا دخيله عليهم نفس الشيء. عندها هنايا في اللائحه ان بيس
ان بيس هذه وسيله النقل، ان بيس طوبيس اون فواتور، هذه السياره وسيله نقل. ان افيون، ان افيون طائره، هذه وسيله نقل. ان باتو، ان باتو باتو، هذه وسيله نقل. اون شيز، كرسي. اذا الكرسي ماشي وسيله نقل، شكل ديال الكرسي عندنا، اذا غنشطبو على كرسي. اللائحه الثانيه عندها اون فيل، مدينه، هذه ممكن نزوروها، ممكن. ان اوبيتال، ان اوبيتال مستوصف. ان مونيمون، ان مونيمون مأثر تاريخي. اون بلاس ساحه، ساحه تسمع فيها مثلا. ان جاردان، ان جاردان حديقه. اذا عندنا هذه مآثر تاريخيه، وعندنا ان اوبيتال ماشي من المآثر التاريخيه، ان اوبيتال اذا كنشطبوا عليه. اللائحة الثالثة عندنا ان توريست، ان توريست سائح. ان موتون خروف. ان فواياجور، ان فواياجور مسافر. ان جروب دو فواياجور مجموعة من المسافرين. اذا كنلاحظوا هنا الناس كاين مسافرين، نتكلم عن مسافرين، وعندنا ان موتون ماشي مسافر، إذا نشطب عليه. السؤال الثالث عندنا جولي لي مو، أقرأ الكلمات. إذا مطلوب مني غير قراءة الكلمات فقط. أن فواياجور مسافر. أون إكسكورسيون رحلة. ان ساك ادو، هذا الساك اللي كنحملوه في الدار ديالنا. اون سورتي خرجة. ان جروب مجموعة. ان كوندكتور سائق. ان موتوسيكليست سائق دراجة نارية. ان سيكليست هو اللي كيصلح الدراجات، السيكليست. ان شوفور، ان شوفور سائق بحالو بحال ان كوندكتور. اذا جو ريبيت، ان فواياجور، اون اكسكورسيون، ان ساك ادو، اون سورتي، ان جروب، ان كوندكتور، ان موتوسيكليست، ان سيكليست، ان شوفور. السؤال الرابع عندنا المطلوب قراءة جمل. جو لي لي فراز، إذا أقرأ الجمل. المطلوب هو قراءة هذه الجمل. الجملة الأولى عندنا لا كوتوبيا إي لا تور حسان سون دي مونيمون هيستوريك. لا كوتوبيا إي لا تور حسان، هي لا تور حسان سون دي مونيمون، هما مآثر تاريخية هيستوريك. les élèves aiment les sorties avec leurs camarades d'école. les élèves التلاميذ aiment يحبون les sorties الخارجات avec leurs camarades مع أصدقائهم avec leurs camarades d'école أصدقاء المدرسة. L'école organise des excursions chaque année. L'école, la madrasa, organise des excursions chaque année. Je répète, la Koutoubia et la Tour Hassan sont des monuments historiques. Les élèves aiment les sorties avec leurs camarades d'école. L'école organise des excursions chaque année. Wa akhiran soual khamis,
Je lis seul une histoire. Je lis seul une histoire. إذا أقرأ بشكل مفرد une histoire واحد القصة. نلاحظ هذه الصورة أن فيها كنلاحظوا هذا واحد البقال يبيع الفواكه الخضار والخضار والفواكه وأمامه سيارة. إذا عندنا العنوان La voiture de l'épicier سيارة البقال. L'épicier de notre quartier a acheté une nouvelle voiture. L'épicier de notre quartier, بقال حينا, a acheté, اشترى, une nouvelle voiture. سيارة جديدة. Mais il ne sait pas conduire. Mais ولكن il ne sait pas conduire. لا يعرف السياقة. ما يعرف يسوق. Alors il la dépose devant sa boutique. Il la dépose alors Eden. Il la dépose وضعها devant sa boutique أمام حانوته أمام الحانوت أمام متجره. Chaque fois il prend un papier et essuie les vitres de sa voiture. Chaque fois في كل مرة il prend un papier يأخذ واحد ورقة un papier et essuie les vitres ويمسح الزجاج de sa voiture. زجاج ديال سيارته ديال السيارة ديالو. Donc je répète la voiture de l'épicier. L'épicier de notre quartier a acheté une nouvelle voiture. Mais il ne sait pas conduire. Alors il la dépose devant sa boutique. Chaque fois, il prend un papier et essuie les vitres de sa voiture. Voilà.